اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي ساحة اعتصام في قرية عين حجل بالأغوار الفلسطينية ليلة الخميس، واشتبكت مع معتصمين كانوا قد أقاموا اعتصاما على أراضي دير حجلة ضمن حملة أطلقوا عليها اسم ملح الأرض، ما أسفر عن جرح العشرات بعدما استخدم جنود العدو الإسرائيلي قنابل الغاز لتفريق المعتصمين وانهالوا بالضرب عليهم، ومن ثم عمدوا على إخلاء المقاومين الذين زاد عددهم عن أكثر من 500 شخص. المقاومة الشعبية هم يريدوا أن يكسروا هذه المقاومة ولكن لن يكسروها، لكن الاعتداء اللي قاموا فيه اعتداء وحشي، اعتدوا على الأطفال، اعتدوا على النساء، ضربوا الناس، اعتدوا علينا، ضربوا الجميع دون تمييز وألقوا بقنابل الصوت على الناس وجرحوا العشرات، ولكن هذه الوحشية جاءوا بأعداد هائلة من الجنود بمجنزرات وبمدرعات، ولكن هذا لن يكسر إرادتنا. المقاومة الشعبية ستستمر وستنتصر وسنعود إلى عين حجلة. كما اعتاد جنود الاحتلال على الطواقم الصحفية التي تنقل الأحداث وتعمدت قطع البث المباشر لتلفزيون فلسطين.